أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الأربعاء 14 يوليو تموز 2021. كن على دارية بكيفية التعامل مع محفظتك اليوم. تتوقع النجوم أنه قد يكون لديك انفاق ضخم غير متوقع من أجلك اليوم، إذ لم تكن حذرا فقد تنفصل عن أموالك قريبا. تجنب المجادلات والمواجهات اليوم لأنه ليس يومك للفوز بها. لا يوجد قلق على صحتك، ونرحب بك للاستمتاع بالهواء الطلق. عاطفيا اليوم مثالي لتصحيح أي مشاكل نشأت مؤخرا في علاقتك، لكنك أنت من تحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى. يجب أن تضع كبرياءك جانبا وتتولى الأمور، خلاف ذلك تتجه علاقتك نحو رحلة صخرية. سيكون شريكك منفتحا على الاقتراحات التي تقدمها اليوم. مهنيا احذر من بعض الأعداء السريين في مكان عملك اليوم. كان هذا الشخص يتصرف بطريقة ودية في الأيام الأخيرة، ولكن هناك بعض التاريخ الماضي بينك وبين أنه قد يحاول أخذ بعض القصص اليوم. من الأفضل أن تكمل جميع مهامك جيدا في الوقت المحدد وأن تكون في موعدها، لأنه بخلاف ذلك قد ينتهي بك الأمر في مشكلة مع رؤسائك. صحيا لقد قمت ببناء نظام غذائي بشق الأنفاس. لا تدع أي تحويل مؤقت يحطم كل عملك الجيد. قد يحسك صديق أو زميل على العمل في الإفراط والإنغماس به، لكن ضع في اعتبارك ما ستشعر به غدا صباحا. سيتم تقديم عدد من الإغراءات لك اليوم إذا استسلمت، فسيكون ذلك مضيعة للطاقة ثمينة لك.